الحق في الشغل هو حق مضمون من يعني بسمو المعاهدات الدولية والقوانين الدولية، لكن يجب توفير الظروف ديال الشغل، والشغل هنا في مفهومه الشمولي ماشي في مفهومه المحدود. أن الوظيفة العمومية لا يمكن بتاتا أن تستوعب كل خريجي المغاربة من المعاهد. ثانيا هو عمل غير ديمقراطي بالنسبة للمغاربة اللي توفرت لهم الظروف وسمحت لهم الظروف باش يقراو، عندهم الحق الولوج للوظيفة. المغاربة اللي ما قراوش، اللي ما سمحت لهمش الظروف نظرا للبعد، نظرا لعدم توفر المدرسة، نظرا لعدم توفر الإمكانيات، ما عندهمش الحق يولجوا الوظيفة العمومية. فهذا تمييز، إذا هذا عمل لا يضمن حقوق الإنسان، لا يضمن العدالة الاجتماعية، لا يضمن يعني الديمقراطية. احنا الحلول أنه تسريع وتيرة النمو في المغرب من أجل إحداث مناصب الشغل في القطاع الخاص والقطاع العام والمبادرة الخاصة، يعني إنشاء المقاولات. أعتقد أن الجواب على هذا السؤال المعقد والمركب والشائك هو الجهوية، هي التي ستضمن هذا النوع الجديد من إحداث مناصب الشغل عبر تنمية محلية يديرها سكان المنطقة المعنيين بالأمر فيما بينهم، وهم اللي غادي يحدثوا هذه الفرص ديال الشغل.